كان عندي وجه من حسين السار عقدت لقاء ربما هو مهم بالنسبة لنا كأن زيني كنت تاريخ من الإدخال يعني ربما غادي ندوى من وجود ديالنا في التاريخ كيف أشهر الأستاذ شريف بما أنا على أمازيغ موجودين في التاريخ من خلال التاريخ كاين على المستوى القيم ديال المدينة وماشي حنايا غنبقاو في القاع ديال التاريخ وغنبقاو نكرسو شي حاجة سميتها عدم الثقة بنفسنا. حنا كاينين من شمال افريقيا عندنا بعد عربي ولا اوروبي ولا افريقي ولا هادي بقدر ما كنطرح نفس الان ان خصنا نخلقوا واحد النوع ديال التواصل مع المجموعات لان معهم الابعاد من اجل تدويل وتعميق النقاش على الهويه ديال الامازيغيه وفي نفس الوقت ان الهويه الامازيغيه هي سيرور البحث للانسان التطور ديالو الى ما لا نهايه كما كيقول تشارلز ديل ربما هو علم اللسانيات اللي ربما فيدنا اكثر المفهوم ديال اللغه كمعرفه انتاج افعال ديال الانتاج في السيره ديالها في التطور ديالها في التفاعل مع مجموعه ديال الكلمات اللي ما نعتبروهاش معياريه بالنسبه لنا حنايا مع السواسه ولا الشغل هذه بقدر ما حنا عندنا ديفينا وهذه فينا هذه إلى جينا ندقوا فيها نحيدوا حرف بين حرف غادي نلقاو حرفيه بحسب الشيء بحال المسألة ديال اللغة ديال ألمانيا والهولندية والإنجليزية تقريبا 70% بحال بحال ولكن للأسف الشديد أن الأمازيغية تيسات بالفعل وتشتت على مستوى مجموعة ديال الجمعيات اللي للأسف الشديد أن الفعل شي حد قال راه خبزية ولا ولا شي حاجه كاينه فعلا كاين هو على راسهم ان المعهد الوطني المعهد الملكي ديال الامازيغ تاسس دابا ما نعرف في طرف 15 عام الى جينا لعند المنهج ديال المقارنه مع كيفاش ضروره اللغه الباسكيه اللغه الكتالونيه 5 سنوات واللي هي ميزانيه كبيره اللي تعطات ديك الوقيته من الميزانيه ديال التعليم والبحث العلمي في الباسكوس النتائج ديالها بانوا ظرف عقد من الزمن وصلت ان التداول ديالها يولي البحث العلمي بالفعل في الكليات على مستوى الجامعات. حنايا كنقولوا في المغرب راه الامازيغيه ماشي هو جزء من مسار البرامج السياسيه. هذا راه حمق هذا راه حمق ولا حنا الامازيغ كنبقاو نقولوا راه السياسه كتمنح ماشي كتنتزع على هذا الشيء ربما هذا هو الاعتقاد اللي عند الاغلبيه. لا الأمازيغية هي بالفعل هي سيرورة سياسية وسؤال سياسي ومشروع ميزانية سادة باش نتجو الأمازيغية ونخدمو بها ونعملو بها تفتيشية ونعملو بها شفافية ونعملو بها وننميوها لأن هي معرفة في إعادة ديال الإنتاج المشروع ديال المجتمع ولكن للأسف الشديد هو أن البعد هو بعد اللي تقصى في المرحلة ديال الاستعمار نتاع الإمبريالية الفرنسية والآن كيقصيها النظام الزعيم المغرب يعني اللي عطى الله لأن الأمازيغية هي الدستور حاليا أين هي القوانين التنظيمية لأن القوانين التنظيمية عليها كتوقف كتوج واحد الميزانية اللي هي على شكل مدارس على شكل معاهد مستقلة في اللغة في الأركيولوجيا ديالها في اللغة في التاريخ ديالها إلى آخره. إذا كاين بزاف من الإدخال أنا كنستسمع المجموعة ديالنا كنختلف أنا كنشوف أنه الحل حل سياسي بالدرجة الأولى أنه هو مشروع ديال المجتمع.